بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج اللغة الإيطالية ببرنامج البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. كاريسيمي ستودنتي ديل بريمو أنو ديلي سكولي سيكوندارية سيتي بنفينوتي كون نوي البروغراما ديلا لينغوا إيطاليانا. Con tutto l'amore e tutta la passione cominciamo la nostra lezione. بكل الحب والشغف هنبدأ مع بعض الدرس بتاعنا. Adesso ho tutto il piacere di accompagnarvi. Adesso carissimi studenti facciamo un ripasso a tutto quello che abbiamo studiato. هنشوف مع بعض كده ونفتكر يا ترى احنا اخذنا ايه. هنفتكر مع بعض ان احنا اخذنا اول حاجة كوزي لإيطاليا برنوي. يا ترى إيطاليا بالنسبة لنا هي إيه؟ وطبعا هنا عبرنا كل واحد فينا لإيطاليا بالنسبة له عبارة عن إيه؟ هي حضرتك ممكن تكون مهتم بالكالتشو، كرة القدم، فقلت برمي لإيطاليا إيه الكالتشو؟ في حد تاني ممكن يكون مهتم بالماكينة أو بالسبورت، يقول أنا بالنسبة لي هي العربيات، وخصوصا طبعا إحنا عارفين إن دولة إيطاليا فيها عربيات كارهة كتير جدا. وفيها عربيات كتير موجودة عندنا في مصر زي عربية الفيات مثلا، وطبعا عارفين فيها الفيراري وفيها اللامبورجيني وفيها الألفا روميو. في طبعا بعض الطلبة اللي مهتمين جدا بالعربيات هيبقوا عارفين ده وعارفين إن دي صناعة إيطالية. بعضنا بالنسبة له لإيطاليا إيه؟ لا بيتزا. إيطاليا هي البيتزا، هي الاسباجيتي، بشكل عام هي لا كوتشينا، يعتبر لا كوتشينا إيطاليانا، المطبخ الإيطالي واحد من أجمل المطابخ في العالم اللي كل الناس في العالم بتحبها. طبعا بالنسبة لناس كتير لإيطاليا إيه لا ستوريا، إيطاليا هي التاريخ، هي الأرت، هي الفن، وعارفين طبعا إن إحنا عندنا أكبر فنانين مشهورين في العالم فنانين إيطاليين، وطبعا اللوحة العظيمة لوحة الجيوكاندا أو الموناليزا اللي عملها ليوناردو دافنشي اللي هو الرسام الإيطالي. في ناس كتير بتروح الكافيهات وعارفين ان المشروبات الإيطالية مشهورة جدا زي الاسبريسو والكابوتشينو والماكياتو، وطبعا في ناس عارفين ان إيطاليا ايه لا موزيكا، هي الموسيقى، وهي طبعا السينما، السينما وخصوصا ان اللينجوا ايطاليانا ايه اونا لينجوا موزيكا. وكنا تعلمنا مع بعض كمان يا اولاد ازاي بننطق الحروف الإيطالية. Abbiamo imparato con voi come possiamo presentarci. تعلمنا احنا ازاي بنقدم نفسنا، e come possiamo presentare qualcuno، ازاي نعرف نقدم حد تاني. واتعلمنا a chiedere e a dire le nazionalità والنومه، اتعلمنا ازاي نسأل ونقول الجنسية، واخدنا جنسيات كتير قوي، وطبعا قلنا ان احنا الجنسيات لازم نحفظها. هنتعلم ايه كمان النهاردة؟ النهاردة وطبعا اخذنا ما ننساش فيربو استرا اللي هو زي فيرب تو بي في اللغه الايطاليه. الدرس بتاع النهارده اسمه إيل راجاتسو او لا راجاتسا، وطبعا ده الخاص بأونيتا دوه اللي احنا بدأناها الاسبوع اللي فات. إيه راجاتسو او لا راجاتسا، الولد او البنت، ده كان درس بيعلمنا الماسكيلي والفيمينيلي، وكنا عرفنا فيه لي ارتيكولي ديترميناتيفي. دي ارتيكولي ديترميناتيف اللي هي ادوات التعريف. ونراجع كده مع بعض. إلا اللي احنا شايفينها قدامنا دي كانت اداه تعريف الماسكيلا سينجولاري، المفرد المذكر اللي بادئ بحرف ساكن، واخذنا الحصه اللي فاتت ان المفرد المذكر لثلاث ادوات تعريف. إيه؟ لو بادئ بحرف ساكن زي الراجاتسو، ولو بادئ بفوكالي زي كلمه البرو بياخد أداة تعريف إلا أبوستروفا، ولو هو بادئ بتزيتا أو اسم فورة كنا بنضع له أداة اسمها لو، فأقول لو ستودنت وأقول لو زيو. وأخذنا كمان لأرتيكولي ديترميناتيفي للبلورال الجمع، وقلنا إن إحنا عندنا الإل بتجمع بإي، واللو إلا أبوستروفا بتجمع بلي بالنسبة للجمع المذكر. ولا راجاتسا اللي قدامنا طبعا دي أداة تعريف المفرد المؤنث البادئ بساكن. طب لو مفرد مؤنث بادئ بمتحرك زي كلمة أولى بتاخد أداة تعريف إلا أبوستروفو اللي هي مشتركة ما بين المفرد المذكر أو المؤنث المبدوء بحرف متحرك.
وأخذنا إن أداة تعريف جمع المؤنث بجميع أنواعه هي أداة اسمها ليه. طيب يا ترى النهاردة هنتعلم إيه؟ النهاردة هنتعلم مع بعض un altro verbo italiano molto importante. هنتعلم فيرب تاني باللغة الإيطالية، والفيرب ده مهم جدا. الفيرب ده زي فيرب to have بالنسبة للغة الإنجليزية، وده هنشوفه هنا دلوقتي. احنا بنسأل بيه على العمر، وده اسمه فيربو افيري. عندنا هنا ميني ديالوجي، في ديالوجو ما بين بنتين وديالوجو ما بين ولدين، واحنا بنقرا مع بعض الديالوجي. هنشوف هنا يا ترى هنتعلم ايه من الديالوجو. يلا نشوف بيقول لي هنا ايه. كي ايه؟ يا ترى كي دي عبارة عن ايه؟ كي دي أداة استفهام بمعنى من يكون. كي إيه هو مين؟ طب هنشوف هنا البنتين بنقول أسكولتاتي إي كومبليتاتي كون لي بارولي مانكانتي. يعني إيه؟ يعني نسمع ونكمل بالكلمات اللي ناقصة. نشوف كده مع بعض. البنوتة دي بتعرفنا بنفسها وبتقول إيه؟ تشاو Io sono Alessia. مرحبا أنا أكون أليسيا. يا ترى هي هنا بتعمل إيه؟ أيوة كنا أخذنا quando mi presento، عندما أقدم نفسي بقول Io sono، و quando dico أو indico il mio nome بقول برضو Io sono. فهي هنا بتعمل إيه؟ هي هنا si presenta، بتقدم نفسها. بتقدم نفسها لمين؟ un'altra ragazza. يبقى هم هنا بيتعرفوا على بعض. Ciao, io sono Alessia. مرحبا أنا أليسيا. وراحت قايلة إيه بقى؟ أو 12 anni. E tu؟ أنا عندي 12 سنة. E tu؟ وإنتي؟ Come ti chiami؟ اسمك إيه؟ فهي هنا بتقول لها أنا عندي 12 سنة. E tu؟ Come ti chiami؟ إنتي اسمك إيه؟ فراحت قايلة لها إيو مي كيامو جوليا، أنا اسمي جوليا. وبعدين بتعرف الكلب بتاعها وبتقول لها إلوي. شايفين كويستو بلستي موكاني، الكلب الأمور اللي احنا قدامنا ده؟ طبعا شايفينه مولتو كارينو، كلب لطيف جدا. فبتقول لها إيو مي كيامو جوليا. إلوي هنحط هنا إيه؟ سي كياما. إلوي سي كياما فيدو، هو اسمه فيدو. أني هو عنده 3 سنين. فهي هنا قالت لها أنا اسمي جوليا. يبقى هي هنا سي بريزنتا، بتقدم نفسها. إلو سي كياما فيدو، هو اسمه فيدو. فهي هنا بتعمل إيه؟ لي بريزنتا والكونو، بتقدم حد تاني. وإحنا أخذنا لما حد يقدم حد واندو سي بريزنتا، لما تقدم نفسها تقول إيو مي كياما. طب لما تقدم حد بتقول لوي سي كياما، هو اسمه، او بتقول كويستو ايه كيتو، هذا يكون كيتو. طيب ردت وقالت ايه كمان؟ قالت لوي تري اني. يبقى هنا لي ديتش ليتا، ليتا دي كيتو. يبقى هي هنا قالت العمر بتاع كيتو. يبقى هنقول كده ديالوجو تاني. تشاو ايو سونو اليسيا. مرحبا انا اليسيا. O 12 anni. E tu come ti chiami? Io mi chiamo Giulia. E lui si chiama Fido. Ha 3 anni. هنشوف مع بعض الديالوج التاني. طبعا هنا هنشوف شخصية دينو. دينو ده اللي ماسك بيتزا، بياكل بيتزا، وهنلاقيه جراسو كده تخين شوية، ودايما ماسك الشيلولاري أو بيلعب بينج. هنتعرف بقى على شخصية دينو. طبعا هنا دول هيكملوا معانا الشخصيات دي لحد تالتة ثانوي إن شاء الله. وهنا دينو ده شاب مولتو سيمباتيكو، ولد ظريف جدا وأليجرو ومرح، ودايما بيحب يهزر، بس بيحب ياكل كتير وبيحب يلعب كتير. هنشوف هنا هو بيقول له إيه؟ وانتي أني أي؟ وانتي أني أي؟ أنت عندك كام سنة؟ مي كيامو دينو. بياتشيري، أنا اسمي دينو. مرحبا. يبقى هو هنا لسه بيتعرف على الصديق ده، بعد كده هيبقوا صحاب قوي. فقال له تشاو ايو مي كيامو باولو. مرحبا انا اسمي باولو.
طبعا جينو كان سأله، قال له كوانشي أني آي، عندك كم سنة؟ فقال له إيه أو تريدتش، يعني إتو أنا عندي 13 سنة. وإنت هنا هنتعلم يا أولاد، قول اسبريميري لا نوسترا إيتا، اللي هي كواندو دي فوليتا، كلمة إيتا معناها العمر. طيب لما نحب نسأل شوية أسئلة على الديالوج ده، وحاول بقى معايا إن أنت تعرف يا ترى الأسئلة دي إجابتها إيه. لما أجي أسأل حضرتك وأقول لك كوانتي أني آ أليسيا، كوانتي أني آ أليسيا، يعني أليسيا عندها كم سنة؟ يا ترى أليسيا عندها أوديتش يعني؟ يا ترى عندها أوتواني؟ عندها دوديتش يعني؟ تريديتش يعني؟ كواتورديتش يعني؟ يا ترى هي عندها كم سنة؟ أيوة أليسيا آ دوديتش يعني، أليسيا عندها دوديتش يعني. أسأل سؤال تاني، كومي سي كياما الكاني؟ كومي سي كياما الكاني؟ الكاني اسمه إيه؟ يا ترى الكاني سي كياما جوليا؟ سي كياما باولو؟ سي كياما فيدو؟ سي كياما جينو؟ الكاني مين اللي اسمه جينو؟ أيوه اللي اسمه جينو هو ده. يا ترى اسمه باولو؟ لا ده باولو. لوي سي كياما أليسيا؟ لوي سي كياما جوليا؟ لوي سي كياما فيدو؟ كوستو إي فيدو؟ هو ده فيدو. طيب فيدو آ، فيدو عنده، يا ترى فيدو عنده تريدتش يعني؟ يا ترى فيدو عنده دوديتش يعني؟ لأ فيدو آ تري يعني، فيدو عنده 3 سنين. فيدو إيه الكان جي؟ فيدو هو الكلب بتاعك، يا ترى هو الكان جي جينو؟ ولا الكان دي باولو؟ ولا الكان دي أليسيا؟ نو فيدو إيه الكان دي جوليا، ده هو الكلب بتاع جوليا. يبقى فيدو إيه الكان دي جوليا. هنتعلم كده إن إحنا لما نيجي نعمل التخصيص زي البوسيسيف كده بالإنجلش، هحط حرف جر دي، الكان دي جوليا يعني الكلب بتاع جوليا. لدوي راجاتسي، لي دو راجاتسي، لي دو راجاتسي، يا ترى هم دول ولا هم دول؟ طبعا لي دو راجاتسي دي اونا راجاتسا ودي اونا راجاتسا، يبقى دول هم لي دو راجاتسي. لي دو راجاتسي سي كيامانو، سي كيامانو، سي كيامانو كي كوزا؟ سي كيامانو سي، لورو سي كيامانو اليسيا اي جوليا. يبقى هنا البنتين اسمهم ايه؟ اسمهم اليسيا اي جوليا. طيب هنتعلم دلوقتي مع بعضينا، هنتعلم ايه يا ولاد؟ هنتعلم الفيربو افيري. الفيربو افيري هو un altro verbo molto molto importante nella lingua italiana. فيربو افيري من الافعال الهامه جدا جدا في اللغه الايطاليه. يا ترى ليه فيربو افيري فعل مهم جدا في اللغه الايطاليه؟ طبعا فيربو افيري احنا قلنا طبعا ان فيربو استري فيربو مهم جدا في اللغه الايطاليه، علشان فيربو استري زي فيرب تو بي في اللغه الانجليزيه اللي احنا ممكن نستعمله ونقول ايو سونو انا اكون، تو ساي انت تكون، لوي ايه هو يكون، لي ايه هي تكون. ولو بكلم حد سينيور او سينيورا يعني حضرتك او حضرتك، اي حد بكلمه بكورتيزيه بصيغه احترام بقول له لاي، لي ايه، ونوي سيامو، وفوي سييتي، ولورو سونو. طبعا فيرب اسري قلت زي فيرب تو بي في اللغه الانجليزيه، وفيرب تو بي وفيرب تو هاف اهم افعال. فيرب تو هاف اللي هو فيرب افيري عندنا. طب فيرب اسري بنستعمله ايه؟ فيرب اسري كنا بنستعمله علشان اقول اسمي، بقول ايو سونو ايمان، اتو كي ساي انت مين، نوي سيامو ايجيبسياني احنا مصريين، لورو سونو ايطالياني هما ايطاليين، io sono insegnante انا مدرسة، tu sei avvocato انت محامي. يبقى اذا هنا فيرب اسري انا كنت بستعمله علشان اقول اسمي، عشان اقول la mia nazionalità، علشان اقول il mio lavoro العمل بتاعي، وعشان كمان اقول الادجكتيفي اللي هي الصفات، يعني اقول مثلا
باولو ايه جنتيلي، اقول كيارا ايه انتليجنتي، لما اقول ملك ايه بيلا ملك جميله، ولما اقول يوسف ايه برافو. اذا كل دي استعمالات لفيربو استري. طيب الفيربو الجديد اللي هناخده النهارده اسمه فيربو افيري. يا ترى فيربو افيري بنستعمله ازاي؟ بصوا كده معايا، فيربو افيري. فيربو افيري هنا احنا استعملناه في الديالوج اللي فات لما كانت البنت بتسال الثانيه، بتقول لها كوانتي اني اي، كوانتي اني اي يعني عندك كام سنه، وهي قالت لها اي او انا عندي. يبقى فيربو افيري هنا معناها عنده او يمتلك. طيب هنشوف احنا ازاي بننطق فيربو افيري. حاول كده حضرتك تقرا معايا. طبعا ايو معناها انا، ايو هو، لا مش هو، حرف الاكا حرف وظيفي في اللغه الايطاليه، يعني حرف يكتب ولا ينطق. طب يا ترى احنا هنا هنقول على حرف الاكا سايلنت؟ لا، انا ما بحبش حد يقول ان في حروف سايلنت في اللغه الايطاليه، احنا عندنا مجموعات صوتيه زي ما اتعلمنا النطق في اللغه الايطاليه. طب حرف الاكا بنقول يكتب ولا ينطق، يا ترى هو ليه وظيفه ولا لا؟ حرف الاكا ليه وظيفه، حرف الاكا يوضع لدواعي النطق ويوضع ايضا للتفريق ما بين كلمه وكلمه. فهنا حرف الاكا لما اقول ايو او بدون الاكا معناها او، تو اي كده من غير الاكا ده حرف جر، لو يولي برضو حرف جر، لورو انه بدون الاكا، انه هنا معناها عادي. يبقى اذا هو هنا يوضع للتفريق ما بين كلمه وكلمه ويوضع لدواعي النطق. طيب نشوف بقى دلوقتي هنقول ازاي انا امتلك ايو او، انا عندي ايو او، انا عندي ايه؟ ايو او ونكاني، انا عندي كلب. ايتو في كل اي، وانت عندك ايه؟ اي. يبقى ايو او، ايو او، تو اي، لوي ا، لاي ا. طب لو حضرتك حبيت تقول يا سينيورا، حضرتك عندك عربية، تقول لي سينيورا اونا ماكينة، يبقى ايو او تو اي لوي ا لي ا نوي ابيامو بوي افيتي لورو انو. ايو او تو اي لوي ا لي ا نوي ابيامو poi avete loro hanno. يبقى فيربو افيري هنا احنا استعملناه بمعنى ايه؟ هنشوف هنا فيربو افيري يا ترى بيستعمل ازاي؟ طبعا فيربو افيري هنا احنا زي ما قلنا بيستعمل زي فيرب تو هاف في اللغه الانجليزيه. طيب يعني هنقول لي ايه؟ هنقول هو يمتلك او هو عنده. بنستعمل فيربو افيري كمان لما نكون عايزين نعبر عن بعض الشعور والاحساس. بمعنى ايه يا اولاد؟ بمعنى هنا ان انا لو انا بقول ان انا اشعر بالجوع او اشعر بالبرد او اشعر بالحر او اشعر بالعطش او اشعر بالخوف او اشعر بالنعاس، بنستعمل فيربو افيري. فاقول ايو او سنو، افيري سنو يعني يشعر بالنعاس، افيري كالدو يعني يشعر بالحر، افيري فريدو يشعر بالبرد، افيري باورا يشعر بالخوف، افيري سنو يشعر بالنعاس، افيري سيتي يشعر بالعطش، افيري فامي يشعر بالجوع. يبقى اذا احنا كمان بنستعمل فيربو افيري في حاجات تانية غير بمعنى يمتلك. طيب يبقى احنا هنا اولاد هنشوف تصريفات فيربو افيري تاني. ايو او انا امتلك، نعمل جملة عليها واقول ايو او اونا بيلا كازا، انا لدي منزل جميل. تو اي انت تمتلك، تو اي اون بيكولو فراتيلو، انت عندك اخ صغير. لوي ا اونا برافا انسينيانتي، هو عنده مدرسه شاطره. لوي ا اونا برافا انسينيانتي، هو عنده مدرسه شاطره. نوي ابيامو، وانا اخد برضو لي، لي ا هي عندها، اونا سوريلا هي عندها سوريلا. ايو اي احمد أبيامو لستيسي انتريستي، أنا وأحمد لدينا نفس الاهتمامات. إيو إلى ميا فاميليا أبيامو أنا بيلا كازا، أنا وعيلتي عندنا بيت جميل. فوي أفيتي، فوي أفيتي أنا ماكينة، أنتوا عندكم عربية.
Voyavete una mattina, loro hanno, una piccola bicicletta. هم عندهم piccola bicicletta. يبقى احنا هنا استعملنا verbo avere بمعنى يمتلك يا ولاد. يبقى إذا احنا عندنا هنا هنتعرف مع بعض على verbo avere بمعنى يمتلك، وهنا بصينا كده لقينا ان احنا استعملناه كمان علشان نقول الإيتا. يبقى انا هنا استعملت verbo avere per dire l'età e per chiedere anche l'età. هنشوف هنا بنقول quando chiedo l'età عندما أسأل عن العمر dico quanti anni hai. Quando chiedo l'età dico quanti anni hai. عندما أسأل عن العمر بقول quanti anni hai، يعني أنت عندك كام سنة. طيب quando dico l'età أو quando indico l'età عندما أعبر أو أقول العمر dico io ho 12 anni، انا عندي 12 سنة. طيب افتكر كده مع بعض، احنا كنا خدنا i numeri، خدنا الارقام، خدنا من uno لحد 10. طب افتكرهم مع بعض، uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci. هناخد بقى بعد كده 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20. يبقى كده قلنا مع بعض الأرقام لحد رقم 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يبقى هنا انا لما اجي اقول العمر وخصوصا الفترة العمرية بتاعت سننا لازم نكون حافظين الأرقام كويس. quando chiedo l'età عندما أسأل عن العمر، يبقى أنت هنا لو عايز تسأل حد صاحبك أو حد زميلك عن عمره هتقول له إيه؟ quanti anni hai؟ هو هيرد عليك يقول لك io ho 12 anni. io ho 12 anni أو يقول لك io ho 15 anni، أنا عندي 15 سنة. لو عنده 16 سنة هيقول io ho 16 anni. يبقى هنا ده هنعرف مع بعض الام. طب لما نحب كده حضرتك نعمل ديالوجو صغير كده زي الديالوجو اللي فات. طبعا احنا اتعلمنا ازاي نقول الاسم، ازاي نقول الجنسيه، ازاي نقول العمر، وازاي نسال. انا دلوقتي لو انا عندي ديالوجو، عندي صديقه وهسالها اقول لها ايه، اقول لها piacere io mi chiamo Iman e tu chi sei او تو كوميتيك، يعني انا ايمان تشرفنا انتي اسمك ايه. هي هترد عليا وتقولي ايو ميتيامو سيهام او ايو سونو سيهام، انا اسمي سيهام. هحب اسالها عن لا ناسيوناليتا، اقول لها ايه دي دوفي ساي، انتي منين؟ تقولي ايو سونو ايجيبسيانا، انا مصريه. طيب هسال بقى الحاجه اللي اتعلمتها كمان النهارده، اقول لها كوانتي اني اي، كوانتي اني اي، عندك كام سنة؟ هي هترد عليا تقول لي يو او مثلا سيديتشي اني، انا عندي 16 سنة. يبقى ده يا ولاد فيربو افيري، وده فعل من الافعال الهامة جدا في اللغة الايطالية. قلنا اي افعال او اي لغة اهم افعال فيها فعل الكينونة وفعل الملكية. احنا خدنا فعل الكينونة اللي هو فيربو استر، فعل الملكية فيربو افيري. عارفين زي فيرب تو بي وفيرب تو هاف في اللغة الانجليزية، دول كمان بعد كده هنلاقيهم بيدخلوا في تكوين أزمنة وفي تكوين تركيبات لغوية مختلفة. يبقى دول أهم أفعال عندنا في اللغة الإيطالية. طيب نقول تاني مع بعض verbo avere. io ho tu hai lui ha lei ha noi abbiamo voi avete loro hanno. io ho tu hai lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro
النص. طيب هننتقل لحاجة تانية، هنبص هنا نلاقي ده فيربو أفيري، وده فيربو أفيري اللي عندي في كتاب المدرسة، وعندي هنا في أجزاء ناقصة إيو، وعندي هنا نقط. يا ترى هنعمل إيه؟ يا ترى هقول إيو أبيامو ولا هقول إيو إيه؟ هنا هقول إيو أو، أنا عندي. طب لما أحب أعمل جملة أقول إيو أو، أقول إيو أو أمبرافو أميكو، أنا عندي صديق شاطر. إيو أو أونا بيتشيكليتا روستا، أنا عندي بيتشيكليتا روستا. إيو أو أون نوفو أستوتشو، أنا عندي أستوتشو، عندي مقلمة جديدة. تو أي، أنت عندك تو أي دوديتشي أني، أنت عندك دوديتشي أني. ممكن أقول تو أي أونا سوريلا، أنت عندك سوريلا. تو أي أونا نوفا ماكينا، أنت عندك عربية جديدة. لوي أولاي، طبعا عارفين لوي ولاي بنحطهم مع بعض لأن الأفعال في المضارع في اللغة الإيطالية لا تذكر ولا تؤنث، فعندنا لوي أ ولاي أ، هو يمتلك هي تمتلك. طيب أنا لو شلت لوي هنا يا ترى ممكن أحط مكانه إيه؟ ممكن أحط مكانه يوسف، ممكن أحط مكانه عمر. لو قلت عمر أ، عمر لديه برافي فراتيلي، عمر أ دو فراتيلي، عمر عنده أخين، فهنا عمر هو الضمير لوي. الضمير لاي هي، ممكن أحط مكانها ماريا وأقول ماريا آ مولتي فيستيتي، ماريا لديها فساتين كتير، ماريا آ مولتي فيستيتي، يبقى هنا لوي ولاي آ. ممكن لوي كمان أحط مكانه الجاتو، أقول الجاتو آ الكلب القط لديه كابيلي اي كابيلي بيانكي، الكلب لديه شعر ابيض. وممكن اقول ايل ترينو القطار. يبقى اذا احنا هنا عندنا لوي ولاي، اي حد مفرد غائب بيبقى لوي او لاي. نوي ابيامو، نحن لدينا. نحب بقى كده نعمل ايه؟ نحب نعمل جمله على نوي ابيامو. يلا فكروا كده، يا ترى ممكن نقول نوي ابيامو ايه؟ نوي ابيامو أونا بيلا سكولا، إحنا عندنا أونا بيلا سكولا، عندنا مدرسة جميلة. نوي أبيامو أونا برافا إنسينيانتي، إحنا عندنا مدرسة شاطرة. يبقى قلنا هنا إيه؟ نوي أبيامو. طيب، فوي أفيتي، يا ترى فوي لازم تبقى ضمير؟ لا مش لازم تبقى ضمير، ممكن أنا أدخل الفصل وأقول للطلبة بتوعي يا طلبة أو يا شباب. فأقولها لهم إزاي؟ أقولها لهم راجاتسي وهعمل فيرجولا، فهنا معناها ان انا بنادي عليهم واقول لهم يا شباب، يبقى هو الضمير فوي. اقول لهم راجاتسي افيتي الليبرو، عندكم الكتاب، معاكم الكتاب. راجاتسي افيتي اي فوستري كوادرني، معاكم كشاكين بتاعتكم. ممكن كمان اقول لعمر اقول له تو اي يوسف افيتي الليبرو، انت ويوسف، انت ويوسف، هتبقى هنا افيتي، لان تو زائد اي ضمير تاني بيساوي الضمير فوي. فهنا هقول فوي افيتي. لورو أنو، وطبعا لورو دي ممكن يكون بدلها أقول إي جينيتوري، الوالدين أنو أونا نوفا ماكينا. ولورو هنا ممكن أقول لي راجاتسي، لي راجاتسي أنو أونا بيلا كازا، الفتيات لديهم أونا بيلا كازا، بيت جميل. وممكن أقول باولو إي ماريا، باولو إي ماريا، يا ترى أقول باولو إي ماريا أبيامو؟ لا مش هقول باولو إي ماريا أبيامو، عشان باولو ماريا هيبقى الضمير لورو. يبقى هنا هقول باولو اي ماريا انو اون اميكو اون اميكو امريكانو، باولو ماريا لديهم اون اميكو امريكانو، لديهم صديق امريكي. يبقى نقول بقى كده مع بعض فيربو افيري اللي هو فعل الملكيه، اي او تو اي لوي ا لي ا نوي ابيامو فوي افيتي لورو انو. يبقى النهارده اتعلمنا مع بعض فيربو افيري. طيب اخر حاجه هنتعلمها النهارده او اخر حاجه في الحصه بتاعتنا النهارده، هنتعلم مع بعض فيربو كيامارسي. يا ترى فيربو كيامارسي ده معناه ايه؟ فيربو كيامارسي ده فعل من الافعال المنعكسه اللي هي بتسمى في اللغه الايطاليه اي فيربي ريفلسيفي، ولسه مش هناخد دراسه اي فيربي ريفلسيفي دلوقتي. شويه كده هنحس ان هو مختلف، لاني عندي هنا بقول ايو
وبعدين بحط مي وكيام. طبعا اللي في النص ده حاجة اسمها الضمير المنعكس، ودي حاجة لسه مش هندرسها دلوقتي. احنا هناخد كلمة مي كيامو على بعضها كده وهنقول ايو مي كيامو. ايو مي كيامو معناها انا اسمي. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا دي كل مي ونومي. ايو مي كيامو اينان، انا اسمي اينان، فبعبر عن اسمي واقول ايو مي كيامو، انا اسمي. ايو مي كيامو، ويا ترى كده فاكرين مع بعض كنا ممكن نقول ايه بدل مي كيامو؟ كواندو ديكو الميو نومي، ممكن اقول ايو سونو ايمان، انا اكون ايمان. يبقى اذا هنا اولاد هنقدر نقول ايو ايو مي كيامو، ايو مي كيامو، انا اكون، انا اسمي. تو تشي كيامي، تو تشي كيامي، تو تشي كيامي. مها، انت اسمك مها؟ تو تشي كيامي مها. طبعا لو هي اسمها مها هترد عليا وتقول لي ايه؟ هتقولي سي، نعم. يا ترى هتقولي سي تشيكيامي؟ لا طبعا مش هتقولي سي تشيكيامي، هي هتقولي سي ميكيامو. يبقى اذا انا هنا لما اسالك تشيكيامي ترد تقولي ميكيامو، انت اسمك تقولي انا اسمي. يبقى لما اقول كومي تشيكيامي، ما اسمك؟ تقولي لي ايو ميكيامو. طب انا هنا ممكن اسال على اسمك بطريقه ثانيه واقول لك تو سي مها، توتيكيامي مها، هو انت اسمك مها؟ فلو انت اسمك مها ترجي تقولي سي ميكيامو مها. طب لو انت مش مها تقولي لي ايه؟ قلنا هنقول نو ونحط نون قبل الفيربو، نو ايو نون ميكيامو مها، انا مش اسمي مها. يبقى هنا لا بريما بيرسونا ايو اللي هي ضمير ايو، لما قلت انا اسمي قلت ايو ميكيامو. لا سيكوندا بيرسونا اللي هي تو ضمير المخاطب، قلنا توتيكيامي. طيب لا ترسا بيرسونا، الضمير الثالث، ضمير الغائب او الغائبه، يا ترى بيبقى ازاي؟ لويسي كياما، لويسي كياما فيدو، هو اسمه فيدو. لما البنت هنا كده بتعرفنا على الكلب بتاعها قالت لويسي كياما فيدو، هو اسمه فيدو. ليسي كياما مها، هي اسمها مها. لويسي كياما عمر، هو اسمه عمر. طب يا ترى اقدر احط ايه بدل ميكيامو؟ اقدر احط ايو سونو، وتيكيامي اقدر احط بدلها توساي، وسيكياما ممكن اقول لوي ايه كواندو بريزنتو اونا بيرسونا. يبقى كواندو مي بريزنتو بقول ميكيامو، كواندو كييدو النومي بقول لك كومي تيكياني، كواندو بريزنتو اونا بيرسونا عندما اقدم شخص او بريزنتو كوالكونو بقول لوي سيكياما او كويستو ايه هذا يكون. يبقى اذا ده اسمه فيربو كيامارسي يا اولاد، وهنا احنا هناخده في المفرد فقط. يبقى بقول مي كيامو انا اسمي، تي كياني انت اسمك، تي كياما هو اسمه او هي اسمها. طيب يبقى احنا عندنا هنا يا اولاد لما نقول في سيتويشنز ونقول كواندو ديكو النومه، كواندو ديكو او انديكو النومه عندما اشير او اقول الاسم، أو كواندو مي بريزنتو أ كوالكونو عندما أقدم نفسي لأحد. طبعا إحنا ممكن نقول فيها تشيري تشرفنا، ممكن نقول على طول إيو مي كيامو كارلو، إيو مي كيامو كارلو، أنا اسمي كارلو أو إيو سونو كارلو. يبقى إذا أنا هنا بعبر عن اسمي بطريقتين، يا إما فيربو كيامارسي اللي هي يدعى، يا إما فيربو استري بمعنى يكون. يبقى أنا هنا لما بستعمل الفيربين دول بالطريقة دي، يبقى هنا ديكو النومي أقول الاسم أو إنديكو النومي ومي بريزنتو. وطبعا في الحالة دي أنا هنا ما باخدش حاجة فيها علامة استفهام لأني بقول. طيب كواندو كييدو النومي عندما أسأل عن الاسم، كواندو كييدو النومي لما أكون بسأل حد على اسمه، يا ترى بسأله على اسمه إزاي؟ بقول له إيه؟ بقول له كومي تيكياني، كومي تيكياني يعني ما اسمك. يبقى أنا هنا بقول له إيه؟ بقول له كومي تيكياني، ما اسمك. أو أقدر أقول له تو ساي ماركو، هو أنت ماركو. وممكن كمان أقول له إيو ميكيامو إيمان، إتو كي ساي، أنا أكون إيمان وأنت مين. يبقى أنا في الحالة دي كييدو النومان، يبقى أنا في الحالة دي بسأله على اسمي. يبقى إحنا هنا أولاد أوسترفاتي بيني، نلاحظ جيدا لما أقول هنا إيو بقول إيو إيه؟ إيو مي كيامو ماركو، إيو مي كيامو ماركو. طب يا ترى أقول إيو مي كيامو صوفيا؟ أقول إيو مي كيامو صوفيا، تمشي مذكر وتمشي مؤنث. إيو مي كيامو ماركو،
أو إيونيك يا أمو صوفيا. أنا اسمي ماركو، أنا اسمي صوفيا. تو أمي تيكياني، أنت اسمك إيه؟ تيكياني صوفيا، يا ترى اسمك صوفيا؟ تيكياني صوفيا، أنت اسمك صوفيا. يبقى ني كيامو، تي كياني. لويس تيكياما روبرتو، لويس تيكياما روبرتو. طيب لو لاي تبقى تيكياما برضو، تبقى تيكياما برضو. لاي تيكياما روبرتا، لاي تيكياما روبرتا. يبقى إيو مي كيامو؟ تو تيكياني، لوي تيكياما. طيب يا ترى هنا لوي يبقى ميكيامو ولا سيكياما؟ طبعا هنا انا مش عايزك ابدا تفكر وتقول ان بما انه لوي يبقى هاخد الفعل هنا بالاو. لا حضرتك، هنا الفعل في اللغه الايطاليه لا يذكر ولا يؤنث. فبنقول ايو ميكيامو، تو سيكياني، لوي سيكياما. لوي سيكياما ولي كمان سيكياما. يبقى هنقول هنا يا شباب، احنا اتعلمنا النهاردة مع بعض، اتعلمنا مع بعض come possiamo dire la nostra età، ازاي نقول العمر بتاعنا. come possiamo chiedere l'età، ازاي نقدر نسأل على عمر. اتعلمنا مع بعض l'uso del verbo avere، استعمال verbo avere. واتعلمنا مع بعض بعض السيتواسيوني اللي هي quando chiedo l'età e quando dico l'età. وعرفنا مع بعض الثلاث ضمائر الأولانية في الفيرب كيامارسي اللي هي فعل يدعى ويسمى. إكوزي كاريسي ستودنتي، أبيامو فينيتو النوسترو بروجراما بير أوجي. انتهينا لحد دلوقتي من الحلقة بتاعتنا مع بعض. أوباساتو كون فوي أون تيمبو ميرافيليوزو فيرامنتي، قضيت معاكم النهاردة وقت رائع. والوقت بتاع الحلقة عدى بسرعة. أتمنى إن أنا أشوفكم بخير الحلقة القادمة. Arrivederci e alla prossima settimana. Saluti signora Iman. تحياتي، وأشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله. Ciao.